هذا الشهيد ماكين صار سنتين معه ما في بايع. هذا الشهيد أثناء قبل أسبوع يلا رحنا. كم مفقود عندكم؟ احنا ثلاثة خذوا من عندنا. عمار وعلاء خذوهم داعش، خذوا اخوهم استشهد وخذوهم كليتهم. ولحد الان ما نعرف، نطالب الحكومة شوفوا لنا حل وين صاروا حقوقهم ما اخذوهم لحد الان. اي. شلون يشتغلون؟ الشرطة هم. شرطة. اي عمار غرفة عمليات يداوم وعلاء من الأمن بالشرطة. هم كان يداوم. تتذكر بأي سنة اخذوهم؟ 2017 اخذوهم. قبل كان داعش موجود هنا. موجود هنا اي موجود اخذهم جاي من هنا اخذهم مالنا من جمه ضربونا واخذوا الولد وراحوا ونطالب الحكومه بهم لحد الان ما نعرف كل شيء عنهم. زين انتوا رحتوا سالتوا؟ راحوا والله سالوا كم قدموا معاملات بس لحد الان معاملاتهم ما كملت. ما كملت معاملاتهم لحد الان. مفقودين من 2016 جاء داعش اخذهم من وقت استشهد خالي ب 2016 جمعوا اخذوهم الدواعش من نشروا صورهم خالي. قاموا اخذوهم من هنا الدواعش ثلاث سيارات سيارة وادي حجر. قاموا اخذوهم من هنا احنا تقريبا كنا هنا فاتوا علينا داعش وخذوا خوالي وخذوا عمامي وخذوهم على السجن وخالي اللي استشهد فما طلعوا من ذاك اليوم. ايش قد راجعنا حاولنا ماكو شيء. رحتوا لبغداد؟ رحنا لبغداد سالنا غادي قالوا اكو مفقودين بس ما لقيتش. ما لقيتهم لحد؟ ما لقينا احد بس ابن عم ابويا جابوا صورة اللي هو ب 2018 بالسجن الحوت بالناصرية. ايه جابوا صورة هي نفسها صورة بس هو ضعيف. راحوا غادي على الناصرية منعوهم من غادي يفوتون على السجن ما خلوا احد يفوت غادي. يعني هنا هاي زوج مكتوب كلهم في 2 3 داعش اخذ اخويا خلف علاء بن عمي مثنى بن خالي عمار بن عمتي علاء بن عمتي والشهيد ضياء البطل يرحمه استشهد واخذوهم مال حملة المدارس وطلعوهم ورجعوا اخذوهم مرتلق ما نعرف عنهم كل شيء من 2017 بيوم 2015 16 17 ومصيرهم مجهول وبرقبتهم عوائل لحد الان لا راتب من الدولة ولا راجع لهم اخذوهم قصرين لا راتب ولا حد ما حد ينطيب كل شيء غير العالم المتصدقين المحسنين بالجوامع والمنظمات الإنسانية. راجعنا الدولة أي شيء ماكو صار 5 سنوات 6 سنوات معاملات لا تعويض ولا شيء لحد الآن يقضون محامين وفلوس لحد الآن ماكو.